عليكم اليوم عن طبخ ام وليد. شو حنعطيكم؟ راح نعطيكم شطيطحه بطاطا كوشه، يعني بطاطا كوشه لكن نخلطوا ما بين شطيطحه وما بين بطاطا كوشه نحصلوا على بطاطا روعه. اول شيء عملته هنا عندي طرف الدجاج قرني نقلبهم مليح، بعد كده عليهم صوصاتهم ندير حوالي 4 صوصات هكا، نعرفو أنو شطيطحة تحب الثوم، نبدلو شوية، يعني هذا الطبق يعتبر تقريبا في رمضان، لأن الأخوات قلقو بزاف على مرض أنو مازال الحال، رانا في شهر شعبان، ما نقلقوش بزاف، كل حاجة في وقتها، إذا ندير عليهم حبيبة تاع طوماطيش مسكتجة، بهذه الطريقة. نملح منكتروش بزاف، نقيس الدجاج فقط، نديرو شوية تاع الفلفل الأسود، وندير شوية تاع العكري، بس العكري حلو، هنا لي حب الحار، طبيعة الحال تقدري تزيدي، الفلفل دريس، يعني يكون حار، نقلي كامل مليح. هذاك الثوم مع طوماطيش والعكري. اذا هنا بعد ما قليت مليح هذيك الطوماطيش ندير عليها حبيبه تاع الحميصه، مانيش حابه نكثر بزاف، طايبه بطبيعه الحال، يعني خصها شويه فقط مع الدجاج، يعني تجي هذيك هي. ندير عليهم الماء نمرق القدره تاعي، نخلي هذوك الطرف الدجاج تاعي يطيبوا والمريقه تاعنا تختار، نطفي عليها ونقلي البطاطا على جهه لي فخيت، ونعاود نرجع لكم فيما بعد ان شاء الله. لان هنا هو الدجاج تاعي لي طاب، هاي لاصوص يعني خليتها خثره شويه مع المريقه تاعنا. عندي هنا حبيبه تاع البيض دي فخيت، بطاطا قليتها عادي، نمشي نحكم هذيك البطاطا ونديرها في المول تاعي مع لاصوص فوق الدجاج، يعني هنا الكميه تاع البطاطا كيما حبيتو، كان افراد العائله كثيره يعني كثر البطاطا، وخلي لاصوص يعني ما تجمريهاش مليح. الان هنا كل واحد وافراد العائله تاعو شحال ديري بطاطا، اذا ندير هذه الكميه تاع البطاطا هنايا، نسيي كيفاش ندخلها في هذيك المرقه باش تجينا بنين، على الطاجين تاعنا يجينا بنين هكا باش تشرب لنا فقط، تجينا بنينه مرقه هايله يعني بالثوم. اذا من بعد واش ندير؟ نحكم هذاك البيض ونفحص على الوجه فقط بهذه الطريقه. انا درت 3 حبات، الفرن تاعي راني شعلتو، ندخلو الفرن قسم يطيب البيض فقط، يتجمر لي شويه تاع الدجاج على الوجه تاعو، ونخرجو ونقدمو لكم. اذا الطبق تاع النهار اليوم هو امامنا واجد، اذا خرجتوه في الفرن يعني راكم تشوفوا مازال يغلي، يعني نتمنى انكم تجربوه. شطيطحة بطاطا كوشه يعني تجي بزاف بنينه بنت الثوم، جربوها اكيد راح تعجبكم. والى الملتقى ان شاء الله مع وصفه جديده، والى اللقاء.